رزقك بيرجلك يمين يا سيد المعلمين. اللهم صل على النبي عليك يا عريس. ابا الفرح قدر ريشة حبيبي يا سيد المعلمين. ايه حته امك ما تنزل وعايز افتح لك الباب. نزلنا اهو. انت بتقولي كده ليه؟ اهو بموت تفرح لي تزغرط لي تفرح بيا. تحل بقى يا ابو اشرف وتنزل مع نفوك وتسيبني في حالي. مش خلاص عملت اللي على هواك؟ تصدق بقى انا كبرت دماغي وهتزغرط لي. مش هزغرط. زغرط يا ما فيهاش حاجه يا عميد. وما تسمع كلام الكبير وتزغرط. طب ازغرط انا يا رياسه؟ لا ميدو اللي هيزغرط. زغرط يا ميدو. مش حلوه. سمعني. حلوه دي ريشه؟ يعني ستنا الشيخ يا مولانا نورت الدنيا والله. اتفضل وشك كده فيه القبول. اتفضل اتفضل. مبروك توكلنا على الله. اتفضل. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. شايفه ان انا شايفاها يا بت؟ هما مين دول يا ورده؟ دول اللي هيلبسوها يا اختي وهيروحوا الليله دي في 60 داهيه. ومعهم الولا ريشه. يا لهوي الولا ريشه بتاعك يا ورده؟ شش. الو الحقيني يا ابله. مصيبه مصيبه وحلت على دماغنا. في يا بت يا ورده؟ ايه؟ مأذونه يا اللي تخافي اسمك؟ نهار اسود. طب بقول لك ايه؟ طيران عليه قولي له الحكومه جايه وراه. ولا استني كده هيعرف ان احنا العميل المغرز ده فيها. الله يخرب بيت ام شورتك السوداء يا ام 44. غوري من وشي غوري. وادي اشرف طيران على ستك محاسن. شوفها ليه تحت ولا لا. يلا يلا. حصلت مأذون يا حمو؟ خبط عليك يا حنين. هنعمله ايه يعني يا ابو اشرف اكتر من كده؟ بقى لنا بنخبطه ومحدش بيفتح. طب خد لك جنب. وزه العريس اجا. بينها نزلت يا كبير. تنزل فين يا تخوف وهي عارفه احنا جايين؟ طب في مين؟ خايفه من حوار ايه؟ نحن حم. فين وزة يا؟ طب خليك واقف عند الكوافير ما تتحركش. ها؟ ماشي. معاك حق يا اخي عند الكوافير بتعمل تاتو كده. ولا انت ليك رأي تاني؟ الرأي رأيك يا ابو اشرف. لا مؤاخذة يا معلم حمو، هي العروسة عايشة لوحدها هنا ولا ايه؟ ما تأخذنيش يعني. ده يمنع الجواز؟ لا يعني ده مجرد سؤال عادي يعني. جرايه نقطع منك ليه؟ انا هفضل واقف على السلم كده ما تخلص. هنفتحوه ازاي يعني يا ابو اشرف؟ افسخ الباب. لا 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 ولا مؤاخذه يا معلم، ده مسؤوليه كبيره. انا بقول ان احنا هناخد معادك في الكلام ما جاش. افسخ الباب يا اتفضل يا مولانا. اتفضل. ده بيت عروستي. يا اهلا وسهلا. ايوه والله وزه دي فيها الخير اللي هي لسه قطعك على الحيط. اسفخس على دي سحنه. اتفضل يا مولانا. بيت بيتك. اقعد اقعد. سبقت ياد منك ليه؟ لا مش وقت امك خالص يا بنت محفوظه. هتصل العروسه. ان الهاتف الذي طلبته غير متاح الان، يمكنك الاتصال به لاحقا. عند الكوافير بتجهز نفسها بقى عروسه وعايزه تفرح عريسها يعني. ها فاهم انت طبعا.